سفر على سفر، سهرة ثقافية مع عامر بوعزة. أصدقائنا في كل مكان، أهلا بكم. سهرة جديدة، لقاء إذاعي جديد، وعودة إلى برنامج سفر على سفر في رحلة إذاعية نتمنى أن تكون موفقة. الآن نأخذكم إلى منطقة أخرى من العالم وإلى زمن آخر. منذ سنتين وقعت ضجة كبيرة بعد ظهور رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد الدنمارك، وخاض العرب والمسلمون فترة عصيبة مع الأجواء الدنماركية ثقافيا واقتصاديا في محاولة لما يشبه ردة الفعل استياء تعبيرا عن الاحتجاج. ولكن بعد أن هدأت تلك الضجة، وربما أقول طواها النسيان، وخفتت حدة ما ترتب عنها خصوصا على الصعيد الاقتصادي، بدأ المثقفون والمفكرون العرب ينتبهون إلى أن صورتهم مهزوزة هناك في منطقة ما من العالم، تبدو بعيدة عن البؤر، عن التوترات، تبدو أن لا مشاكل لنا مع السويديين أو النرويجيين أو الدنماركيين، ولكن ما الذي يجعل هؤلاء يتخذون منا نحن العرب، نحن المسلمين، هذا الموقف العدائي؟ محاولات عديدة ظهرت بأشكال مختلفة في سياقات متنوعة لردم هذه الهوة، كيف أقول، لإعادة إنتاج الصورة المفقودة، لإيصال الصورة الحقيقية عن الإنسان العربي المسلم، عن المسلم عموما، لدى شعوب تبيننا واكتشفنا أنهم رغم أنهم متقدمون تكنولوجيا، رغم أنهم يفوقوننا حضارة، لا يعرفون عنا أي شيء. الدكتور أيمن الزهري هو باحث مختص في علوم الهجرة والتنمية، هو أستاذ في الجامعة المصرية وخبير دولي معتمد وأستاذ زائر، وله كم من الأعمال الأكاديمية المتنوعة في مجال اختصاصه. أصدر منذ شهرين تقريبا كتابا بعنوان التجربة الدنماركية. الكتاب طريف لأن عنوانه مستوحى من الشريط السينمائي المعروف للفنان عادل إمام، التجربة الدنماركية، وطريف لأن هذا الأستاذ الجامعي تنازل عن وقار العالم وكل ما يحف بالأستاذ الجامعي من هيبة ومن جمود أحيانا، ونزل إلى المواطن العادي ليحدثه، ليكتب انطباعات سائح في بلاد الدنمارك، ليقول للمواطن العربي عبر كتاب التجربة الدنماركية تداعيات ما بعد الأزمة، هذه هي الدنمارك، ولهذا السبب الدنماركيون لا يعرفوننا، ولهذا السبب أساءوا إلينا دون أن يعرفوا حقيقة. بعد قراءة هذا الكتاب بادرت بالاتصال بالدكتور أيمن الزهري الذي تفضل مشكورا بالإجابة عن بعض الأسئلة التي خامرتني، وأحببت أن أشرككم معي في رغبة الحصول عن أجوبة بخصوصها، فكان لنا هذا اللقاء الحصري معه لفائدة برنامج سفر على سفر. لقد مللت الكتابة العلمية لأنني منذ 20 عام تقريبا وأنا أمارس الكتابة العلمية،
واحسست انني اتحدث في رطانة لا يعني تقترب من ما كان يفعله حكماء الاغريق عندما كانوا يحدثون بعضهم البعض دون الالتفات الى الجمهور. فحاولت ان اقص جزءا من وقتي للتحدث الى القارئ العادي للوصول الى اهتماماته الشخصية بعيدا عن الرطانة العلمية. كل الكتابات العلمية والبحثية العربية لا تناظر مثيلاتها في الغرب، ومعظمها منقول من بعضه البعض. فحاولت أن أخفف من هذه اللهجة التي اعتدنا عليها بحيث أن نتواصل مع القارئ العادي. أعتقد أنني كنت محظوظ بوجودي في الدنمارك خلال هذه الفترة، لأنها كانت الفترة التالية مباشرة لنشر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأقول أنني محظوظ بالرغم من أن الظرف لا يدعو إلى هذا التفاؤل، ولكن وجدت أن هناك زخم وتفاعل ثقافي من جانب السلطات الدنماركية والفعاليات الشعبية الدنماركية لتجاوز هذه الأزمة. فقدر لي أن أرصد الأحداث التي تلت هذه الأزمة على المستوى الشعبي، الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الدين الإسلامي وفي الأديان جميعا يمارسه الجميع تقريبا، يعني جميع الدول وفي جميع الأماكن بصفة يومية. لكن مشكلة الدنمارك ربما قد أتت بعد احتقان كبير في العالم الإسلامي نتيجة الظلم الواقع عليه في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق، فكانت مثل القشة التي قاصمت ظهر البعير. أولا شروط الحوار الهادئ، أن نقتنع ونعترف بأننا في موقف ضعيف، نحن لا نسهم في الحضارة مثل أجدادنا وأسلافنا. وأنت تتحدث معي الآن من بلد ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع والذي ينسب إلى أناس آخرون في الغرب. نحن أصحاب حضارة، ولكن أصبحت الآن حضارة تاريخية ليس لها وجود الآن. نفعل وجود هذه الحضارة مثل ما فعل أسلافنا، ثم بعد ذلك نتحاور، لأن التحاور مع جانب قوي وأنت ضعيف يجب أن تخضع. هذه المشكلة، لذلك ليست هناك فرصة للحوار الهادئ. في الحقيقة أقول لك شيء بسيط جدا، الدنماركيون برغم أنهم رقم 2 في العالم على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى التقدم العلمي، ولكنني لمست بساطة غير عادية، كأنك في جنوب تونس أو كأنك في البادية أو كأنك في سيناء. البساطة الشديدة في كل شيء، ليس هناك. تذكرت بالفعل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس سواسية كأسنان المشط. هناك الناس سواسية كأسنان المشط، ليست هناك محاباة ولا مجاملات، وبالطبع لا رشوة ولا فساد. بالطبع هناك فساد في كل الدول، أتحدث بشكل مجازي. بالطبع الناس هناك بساط، يعيشون حياتهم كما هي، ليست لديهم طموحات إلا أن يبدعوا في عملهم ويعودوا لأسرهم. حياة بسيطة جدا نفتقدها نحن. هذا هو ما شدني أو ما جذبني للدنمارك، الصدق في المعاملة، ومثلما قال الإمام محمد عبد، وجدت فيهم أخلاق الإسلام. بالفعل وجدت فيهم أخلاق الإسلام ولم أجد الإسلام. هنا في العالم العربي أجد الإسلام وأجد المساجد ما شاء الله عامرة، ولكن المشكلة أن هناك اختلاف بين المظهر والجوهر. تجد الرجل يخرج إلى الصلاة ويضع مغلق للصلاة على لافتة المحل التجارية، وعندما يعود يغشك أو يبيعك بضاعة بثمن مبالغ فيه. لا تجد ذلك في الدنمارك. سفر على سفر.